نعم نعم هي لعبت دور سلبي الحقيقة. يعني هي كانت الاتصالات كل من يتصل بها تقول لا علم لنا وهذا خارج الاتفاق وهذا وهذا وكان سبب في التهيج. واتصلت بالأتراك وخالد المشري إذا يعني حاول الاتصال بتركيا وهيج الدنيا، ولكن اسمه معتيق كان صامد رغم الضغوط، وكان بيان القيادة العامة هو الضربة القاسمة لهم في تصدير النفط. وهم الآن ما عاش عندهم خيار، يعني خيارهم إلا أن يسمعوا وينصتوا، حتى ولو حاولوا في بياناتهم وكذا. أنا لا أعتد بما يكتبه المشري أو يقوله، أنا أعتد بما بموقف المجلس الرئاسي وهو الرئيس فايز سراج الذي لم يرفض هذا الاتفاق. وهذا الأساس، لأنه هو الجهة التنفيذية والمخولة بالرفض أو القبول بهكذا الاتفاق. يعني أنت تعتقد أنه في موافقة ضمنية من السيد فايز سراج حتى وإن لم يعلن ذلك أو أعلن عكس ذلك؟ وأيضا أريد أن أسألك على موقف الصادر عن السيد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بطرابلس. هو تحدث أنه قال في بيان صادر عن ننفي مشاركتنا في هذا الاتفاق، ننفي علمنا به ونرفض الزج باسمنا فيه، لكنه في الوقت ذاته في آخر البيان في آخر سطر كان يتحدث ويقول نطالب بضرورة إعادة فتح إنتاج وتصدير النفط. هل هي موافقة ضمنية؟ طبعا يا دكتور احمد، هو صديق كبير، اكثر رجل يعرف قيمه الاحتياط اللي عنده والازمات اللي قادمه عليها الوضع الاقتصادي الليبي. هو لا يعني دائما بياناته يريد فتح النفط، يريد فتح النفط. هو يقول انني لم اشارك في هذه المفاوضات، ونجاح المفاوضات لانها كانت سريه، لو كان فيها طرف دولي وهذا ما يجعل استفاني انا هم لا علم لهم بها الا لما خرج بيان القياده العامه. يعني احنا في مصر كنا وتجمعنا معاهن قبائل الشرق وكذا في اطار المصالحه الوطنيه وفتح النفط، كان مفاجاه للجميع. يعني خطوه كانت سريه وعمل مهم، وهو عمل مهم لصالح الليبيين. الان الليبيين امدوا يعني فرحين، اكثر الناس فرحا هم بما صدر من القياده العامه في تصدير النفط، وهذا المهم. اما المشري وما المشري هذيما هذا ما لا عزيزنا يقول الأسوال عليهم.